شو حلو ريحة الطبيعة، ريحة البحر، ريحة الوعي بكير، ريحة لبنان. بتبلشوا أكيد وين؟ بالبترون. بالبترون، بس البترون أكتر بكتير من المدينة، أكتر بكتير من الضيعة. هو بور الصيادين، بس كمان 21 ضيعة رح نزورهم، أكتر من 50 وقفة، 3 أيام منهم ليلتين برة البيت، جست هاوسز، وقفات، مطاعم، أكل، محلات سياحية، كنايس، جبال، and so on. 3 أيام بالبترون ببلشوا هلأ. من وين؟ أكيد من المدينة، برمي مع الصيادين وفينا نبلشون من فوق. يلا let's go. صلى أخبرنا قاعد بالبيت. أنا عسال عسال، معروفين بأبو نصيف. يعني الصيد مواسم، وكل موسم بدك تعرف شو بدك تشتغل فيه. بعتقد من شيء أشهر من أن يعرف، اليوم نحن عند وليد. أنتو بلشتوا بالعجينة من زمان زمان، أنتو أنتو خلقانين بالفرن تحت الأمطرة. أربع أخوات، هي أول مرة بشوف الفرن الحديث اللي بيعملوا فيه كرواسان أو اللي بيعملوا فيه بيتزا بيستعملوا النقيش. كتير كتير محمس ذوق، كتير محمس. ليش العجينة عندكم هالقد سميكة؟ هيك تعلمته من الوالد؟ مرحوم بي معلمنا إياها. وأنا هالمصلحة يحيي العجين ما بحط فيها شيء أبدا. هالمنقوشة اللي بتصير مثل التخت، يعني بتحطوا منقوشتين بتناموا عليهم عادي. العجينة شو ما بيقول لك، العجينة ولا الفرن ولا الاخبار، ماشي ماشي العجينة العجينة. بحضرهم قبل، بحطهم كلهم ورا بعضهم، بسكرهم، بسكروا على الكهرباء تقريبا 350 درجة. طلع مش بس العجينة مرتاحة، حتى البيت. شو هالمنظر؟ هنحطهم شو؟ واو، هاي بتتاكل هيك دايما مع لبنة. شعر كبير. كان التحدي شو فينا نحضر 3 ايام، وقلت لي اترك علي، هيدا اول مرة ما بعرف وين رايحين، وين نايمين، شو عاملين، يعني رايح انا تارك حالي كومبليتلي لإلك. 3 ايام بالبترون، شو رح نعمل؟ 3 ايام بقضاء البترون، رح نكون عم نبرم تقريبا على 20 ضايعة، اكثر من 50 ستوب، فول اكل اكيد، نومه فيه، كل شيء كل شيء، مع سان رايز سان سيت لحد كله سوا. الزباله حيلا حدا بيقدر يعيد الاكسبيرينس ورانا؟ اكيد بيتصل فيك روي، خبرهم عنك. روي انطون، عندي جروب اسمه ليف نو تريس، اوت دور اكتيفيتيز، هايكينج، كامبينج، كل شيء له علاقه بالسياحه الداخليه بلبنان. بس رقمي 8195958، ليف نو تريس ال بي على انستغرام وفيسبوك. ترويع توب، هلا صار وقت السياحة. السياحة وين؟ شيء اسمه إير أوت، يلي هي جولف كارت بتاخدكن وتبرمكن أول أراوند. كاميرا بإيدي، يلا لايف، رح فرجيكن كل الأجواء تقريبا لتلت ساعة، بتلاقوها على يوتيوب اللينك تحت. دي لازم اقول له مرحبا لصديقي، بس لكم اعمل له سيربريز، في لبنه ولبن. اشتقت لك. هو مش قد نحن صار لنا من 80 سنه، هون جدي كان بهذا الشارع فاتح، سكرنا السير، عملنا عجقه. اسم المحل هون يوجد عندنا مونه جبليه زيتون، موجود في المحل الثاني اجبان وقلبان مبارك. Great. Yeah, let's continue. بس ما قلنا كل هجالي من هون من شرين من سور فينيقي. آخر أرشتكتور عملت فينا نقوم من 400 سنة إيان الأوتومنز. تحافظ عليها شوي. Unfortunately بالتسعين درجة التلييس
سو ليسوا كل الحجر القديم وهلا عم يرجعوا يشيلوا التلييس. هلا التلييس لعب شيء بوزيتيف انه حمل الحجر لفتره اطول، هلا عم يشيلوه كمان ليرجعوا اوثنتيك. هلا رايحين على دياسبورا هاوس. انخلق هون محل اسمه جاسبورا هاوس او ضيعة المغتربين. هون كانت قلعة فينيقية قديمة تهدمت بالزلزال، رجعوا عملوا البترونية بيوت. رجع هلا عم ينعمل بروجكت في تقريبا 11 بيت مغترب. كل بيت بيحكي عن الكالتشر تبع المغتربين. اول لبناني راح مثلا على فرنسا على امريكا، اول لبناني اذا في حدا امبورتنت، كل بيت راح يكون متحف للبنانيين اللي راحوا هناك. شو حلو هو البواب لقدام اللي طلعوا التفاصيل، كانوا يعني يطلعوا بالتفاصيل لدرجه كان الحديد مصبوب صب تيهد الباب الشباك. Hello. مثل ما شايفين شوي فروزن من فوق، ليموناده من تحت، بحطها قشر ليمون، قشر حامض، سكر كتير خفيف، قرصة كتير لذيذة. بتحسوها هون، بتحسوها هون بالطراف قد ما قد ما أو قوية، أروماتيك، very smooth. تفضلوا شباب. هون بتاكلوا لبن مش لبن. عند مبارك اللبن غير قصة. طلع وقفتها بس. هيدا مش لبن، هيدا لبن. شو؟ بشربهم هيدا. بشربهم هيدا. بس. قرب قرب. بصير قلتلكم لبن، هيدا لذتها. راوتس اسمها راوتس، ولا اهي من هيك. بتوصلوا على البترون على الطريق البحريه، بتصفوا السياره وهن بيهتموا بكل شيء، انطوني كل شيء، بتاخذهم بتبرمهم بسيكلات، بتمشيهم، بتعمل لهم هايكينج، بتطلعهم بالجولف كارت، يو هاف ات اول، اهم شيء ووتر سبورت. وعلى الطريق بخبركم اشياء كثير لذيذه، ضحكته مهضومه. راوتس لقوهم على انستغرام او لقوهم على فيسبوك. نحن خلصنا برمتنا ساعه لايف على يوتيوب وهلا مكفيين ثلاث ايام بعقده. هذه هذا تشالنج، لانه بعرف انا اجمالا بهذه المنطقه الفول وحمص لطرابلس 100%. وانت بالبترون نحن قربناها واجمالا صرت اعرف على محل فول وحمص بنتظر حدا يكون شوي كبير بالعمر. مزبوط، بس انت كاسر كل ال خربناها. ترويقه بدك كاس عرق، خاصة ساعة بتكونوا بالبترون وعلى البحر.
اهلا وسهلا فيك. هلا بقدي وين صرنا؟ ضيعتي. اها قدي البطرون هي يعني اذا عم نحكي نحن من البطرون بدها 5 دقائق. رح نعمل برمه صغيره وحبينا نبلش هون مزار سيده البحار. هيدا المزار تقريبا من شي 5 سنين انعمل. في هون المزار في تمثال العذراء وفي طريق صغيره من الدير تحت. عرفنا على بعضنا من 5 سنين صح. بقى بعضنا مثل بعض عم تصغري بالعمر. انا اكيد عم صغر لانه بس عم يبيضوا شعراتي. تو هون بكلو دو فينيكس هيدي شركه عائليه بنملكها انا وخيي وبنملك العين بيت. ما بنشتري عنب. بنعمل 3 انواع احمر، نوعين ابيض ونوع روزي. قلنا بسوق بهالاسم من سنه 2014. من بدايه بيظهروا برات لبنان؟ نعم، راحوا على الهند، على النرويج، على ألمانيا، على فرنسا وعلى بلجيكا. أورغانيك واين. أورغانيك. Very proudly. من 2016. Internationally certified. Yes. نحنا بنعتني بالعرايش من التشحيل للقطف. ما حدا بيفوت على الخط. فيه هيك احساس حديد لذر مارسان وشاردوني، نوعين انا ابيض. اسمه اميريس لانه امي كان من بيت ابي اللمعه وجدي ابي اللمعه كان يعمل نبيت بكفية بال 1900 وشوي وكان مسميه اميريس يعني الاميره الصغيره. نيش فول حمص نبيت سياحه ليموناده لبن. هلا رجعين على سوق القديم تنشوف جيست هاوس وكافيه كتير لذيذ. اول شيء قلته اول ما فتت او ماي جاد. ثانك يو. هو كان اسمه نازل سعدة، كان لحدا اسمه سعدة من زمان. كانت تتأجر كل أوضة وحدة. كان في just one bathroom in the corner. So وقت رجعوا استلموه رجعوا أخذوه they basically renovated it شوي حطوا سقف أخضر تيكون شوي like more lively. So العالم اللي كانوا عايشين بالبيوت so هيدي الأوضة اللي هون basically the little girl رسمت حالة ورسمت I think خيا معه. خمس صور عابيكم تشوفوا سوا. هيدا نبلش من هيدا المكان. أوضة سقفة عالي ضوء كتير حلو دبل بيت الحمام بأنبار في بالداير اي سي داير وأهم شي شو ما في تلفزيون يظلوا بتشفوا المنطقة. مين جاي يقعد هون تحت التلفزيون؟ هيدا نشوف كلمة مكنة قهوة ديسك صغير السوق القديم تحسوا حالكم عايشين بالأجواء القديمة. اسمه نزل سعدة اللي بيجي لهون من بعد ما ينام يرتاح او قبل ما ينام او بيوعى شو بيعمل بينزل بيشرب قهوة على التروتوار عرواق تحت بالسوق القديم. يلا عفنجان القهوة. ورحنا ايدينا مش فاضيين كفينا البرمي وهلا رحين على اكسبيرينس فريدة من نوعها. صار لي اكثر من 7 سنين على بالي اعملها حلمي وما بعرف ليش بحبها كثير. ما راح اخبركم سربرايز مش دعوه بعد 5 دقائق. كثير 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 بحب سكك ترام. كثير بحب سكك ترام. جربت فوت على
على رياق جربت فوت على اغلبيه محلات محل ما بعد فيه الترينات القديمه، وعندي واحد من الاشياء اللي عم بيعملهم ودائما بقول بدي صورهم وما عم تزبط هو الجينيلات تبع الترين. في اثنين بحمات، رح فوت اليوم بواحد. ثانك يو سو ماتش عن جد، يعني يو ميد ماي داي. رح فوت بواحد صغير وبعد فيه الكبير. لايت جاهز ونحن ريدي نبلش مشي. سكك ترين بلبنان يعني سنين، كل الاقتصاد طبعاً مش عليهم، كانوا يوصلوا فلسطين بلبنان بسوريا بتركيا، ورح نجرب حظنا نلحقها من هون لا جوا لا تنمل. هل منوصل؟ ما بعرف. كلهم شحتر لانه كان على الفحم الحجري، واكيد ما كان في سيكيورتي من زمان وهول الاضوية الخضر، بس كان فيه جوار يمين شمال. اذا قاطع الترين وكان حدا هون او قطع بالغلط او شي معزاية او حدا عم يعمل صيانة بيفوت بيتخبى. بعده من ايام زمان بعده مثل ما هو. قبل ما نصور لكم كل التونيلات، ان كنتوا عشتوا هذا الجو وطلعتوا فيهم من زمان ترجعوا تذكرون، واذا انتوا اليوم ما كنتوا تعرفوا انه في تونيلات كان بلبنان او في ترينات بلبنان موجودين. عقبال ما نصورهم كلهم سوا، اذا رجعوا بيكون حلم صار حقيقه ورجعوا الترينات على لبنان. ساعات كل العالم عم يركب ترينات نحن شلناهم. تقريبا من سنة ونص جيت لهون وانبسطت بسوشي طيب، وتقال لك مظبوط سألت حالي السؤال انه ليش بشكة، ليش بعيد عن المدينة؟ بشكة لانه it's our hometown، وسمينا hometown سوشي باب، it's a sushi pub. حبينا نعمل شيء بلبنان. انا قلت 15 سنة برات لبنان، واخواتي اللي هني partners معي كمان كلنا برا، سو قررنا نعمل شيء بلبنان. بضل حن القلب على الوطن اكيد. المدقوشي لفول وحمص للاكل اللبناني، وكثير قليل بالحلقات يقطع سوشي لانه بتسائب بتضيع، ما كثير في سوشي. اذا انتبهتوا ما في سوي صوص. السوشي الطيب بتعرفوه من طعمه، اول شيء اذا الرز منه كثير حلو، ما فيه كثير سكر، ما فيه كثير رايس فينيجر، اذا ما بيعلق ما بيلزق على السنين. الكواليتي تبع السالمون والكواليتي تبع الفيش لازم تحسوها 100%. وبالاخر انا برايي هول ملح على الحل بصير كل شيء طعمته مثل بعضهم. برمتها بتكفي، وما كنت اعرف حتى انه من شكة لحمات فرعبيدة وغيرهم وغيرهم اكتر من 60 ضيعة هن بقضاء البترول. وصلنا على محل بحمات، حتى لو كنا عاملين حلقة قبل بس هيدي المنطقة ما جابوني لعليها. في حجرة ومنظر، يلا هالضيعة، شو هالضيعة، شو هالمنظر الرائع. كل السهل محل ما بيتمرن الجيش اللي هو سلعاته تقريبا للاخر، جرجة الضيعة والبور هونيك، التونيل محل ما فتنا هون تحت، ومن تاني ميل بتشوفوا شكة، بتشوفوا المنظر البحر المي الزرقاء. شو هالضيعة، عالتلة تو فيوز وهونيك مطار الجيش. أنا لقلي ساعة بقول حميد بقول أكيد نيكولا، برمني مرة الماضي وهلا عن جديد.
شو هالاندفاع؟ شو هالمحبة لهالضيعة؟ لك انتو المحبة كلها، واهلا وسهلا فيكم مرة تانية بأحلى ضيعة بأحلى بلد بلبنان. يوم بلشين بدار الحرشية، شفت هالمنظر اللي بيطلع عليه هيدا الدير، بجا رايحين على كنيسة الضيعة، وبعدين على كم محل أكل حيعجبوك كتير منيح. جريت. يلا. قعدة حلوة، ننزل على الدير. هي مغارة قديمة صح، حجرها مثل ما هي، وقدامها قلت لي في سنديانة، الناس اللي بدها تحبل في عادة بتقول تجي بتربط ربطة ربطة بيضة صح بقلب السندية. أهلا وسهلا فيكم، نحن هون واقفين بساحة كنيسة السيري بحماد. هلا هالكنيسة انبنيت، بلشوا ببنائها سنة 1890 ودشنوها بال94 ما واحد جبرون بيلاقي شيء، في منهم بينقروا كثير منيح انتقلت الى رحمتها، وفي منهم اقل شيء على الحاف شيء على حجر يعني، وكلهم قدام ماشي رجع ترقع بعدين لا مثل ما هني. كنايس قليلة ساعة بتفوت بتحس بجمال وبهيك بارتياح، وما في اي سي وشريط ومروحة وبروجيكتور، ففعلا كتير كتير حلوة، القعدة حلوة، الساحة حلوة، وهون في وراكم المدرسة الرسمية، والحجر بعده قديم ونظيف، والشجرية والرواق فعلا شي كتير حلو. الله يقويكم، مرسي لان استقبلتني ومرسي على وقتك، وانا رح كفي بارمتي، بس شي كتير كتير حلو، عبالي ضلني قعد هون على البان دلش خمس دقايق واسمع صوت الطبيعة والرواق. بونجور أنتوني، أهلا وسهلا فيكم بحمات، ونحن مبسوطين كتير فيكم، ونحن استقبلناكم تنعرفكم نحن على الأغراض اللي رح اللي عنا ياهن. يعني أنا بشتغل قربان، هلأ مبلش جديد تقريبا قربان للكنيسة، يعني اللي بحب يعمل قداس قربان، أو إذا حدا بحب يعني ياخد لبيته كمان. اسمي ماريا معوض من حمات، مجوزة وعندي أربع أولاد. بونجو أنتوني، أنا مشلين معوض كمان من حامات، عندي ثلاث بنات، بشتغل مسابح وبلديات كمان. بلديات يعني موني؟ موني موني، كل شيء عنا من هون بالضيعة موني من عنا. دغري منبلش نرقى وبعدين منريح، على عادة هنا بيعجنوا كرمال العجنات وبيريحوا العجينة وبعدين يعني بيشتعملوا، أنا لا برقى دغري وبعدين منريح. هلا نتركها هيدي تقريبا ساعتين ترتاح. هلا تقريبا بدها شي 3 دقائق ببلش يحمر راسها يعني وجهها للقربانه. هيدي المسبحه هي المسبحه الارثوذكسيه يلي انا بشتغلها صار لي 18 سنه. عندنا هيدي الحبه، كل حبه هي عباره عن 9 صلبين. وهلأ طورت شغلي، صار عندي كتير موديلات مسابح بشتغلها، ومش بس هيدي العقدة، عندي ست عقد بشتغلها، بس أشهر وحدة هي العقدة الأرثوذكسية. رقم التليفون اللي بتوصل فيك؟ أنا اسمي مريم عواد، رقم تليفوني 71-33-40-56. بتبيعيهم 5-5؟ هو عادة إيه، لأنه قداس القربان 5-5 بكيس مسكر 10,000 بيجوا لعندك لهون. هي أول مرة حدا بيستعمل كلمة قدامي، صار لي 8 سنين بصوت بلديات، لأنه أنا اعتمدتها أنه هي من عندي من أرضي، أكتريتها من الأرض عندنا، اعتبرتها أنه هي بلديات، كل عام بتستعمل منتوجات ومدري شو، قلت تغير سمالتها بلديات، الواحد صار يتشجع شو بلديات، يسأل عن الموضوع. والغراض كله من عندي؟ كله من عندي الغراض أكتريتهم. إكسبشنال روعة. هيدا الشرب النعنع من عندنا من جنينة. ذوقوا واعطينا رأيك.
انا معودين احنا موارد مزهر بس ما هيك شيء شرب جديد. هي جوزي حب من شي شهرين قال لي بدي اعمل لنا شرب جديد، طلع معه شرب النعناع وهلا جديد شرب العطر. ريكومندد اكسلنت. اذا بيحب يوصوني بالنسبه للمسابح او البلديات كمان عندي 03-433-165. الاستاذ قال لي منظر فريد من نوعه، الحقني بدي فرجيك. الحقين يلا. واو هيك ما لقيتها. او ماي جاد الطريق الاوتوستراد، بعدين عندكم السد اللي حيعبي مي سنت الجاي، الجبل بالوجه. واو قالوا لي رح نتغدى، فتشت على سناك ما لقيت، برامت اشوف طاولات ما في، قارمة ما في. بس جادو ملكة يلي هنا عايشين ببيتهم يلي سكرت الدنيا قدامهم، بس مأمنين ومكفيين استعملوا مطبخهم تيعملوا دليفري ويعملوا أكل، بيقولوا عنهم هون بالضيعة شي كتير طيب. ناطرين بالمطبخ ورح نفوت نتعرف عليهم وتشوفوا كيف عائلة تتضاين وتتكفي تقدر البركة تجيها من وين ما كان إذا آمنت. منفوت؟ Let's go. هلا غيرت تيابي بعدنا بزيت النهار، بس أنا صارت المي للدينان. Let's go. هلو. هاي. الموضوع كان لنا فترة بلا شغل، ففي مسؤوليات، في عائلة، في أجار بيت، في كل هالأمور، فلازم الواحد ياخذ ستيب يوصل لمحل. بما أنه هذا الدومين دوماني، فكانت الخطبة أنه بلش من البيت، أعمل ساندويتشز لحتى أشوف هذا. أول شيء كانت تجربة أشوف إذا الناس حتحب هذا الأكل، حتتقبل الفكرة أنه من البيت، حتتقبل أنه أنا حكون عم بعمل الأكل وأنا كل شيء. كل شيء كل شيء هوميد، الخبز هوميد، الجبنة هوميد، كل شيء هوميد. أجواء بيت، القعدة بالبيت مثل ما بتطبخ لعائلتها ولولادها، بيطبخوا للعالم شو أنت بتاكل بالطعمة. Amazing. بلش بريحة الخبزة كتير حلوة، very special، very very unique. الخبزة اللي معمولة بالمقلاية مش بالفرن، محمصة تحميص شوي مثل الصاج، طعمة الخميرة، طعمة الخبزة، الجبنة homemade very nice. وكل شيء خبرنا عنه، كل السجق والجيج والجبنة والساندوتشز بلا بصل. وقديش سكسي تكون فيه قدام باب البناية على الطريق. I love it. حبيت كيف بحضرون، بياخدوا الجيج بيخلطون مع جبنة بالمقلاية هوميد على القد، برجع بحط شوية خضرة على الطرف، مايونيز، بتتحمص الخبزة من ميل، بتطلع شكلها مثل الراب. شو هاي؟ قالوا لي it will be impressive، بس ما انتظرت هالقد. بعتقد best for last giant pizza burger، فيه 4 لحمات بطعمة بين 4 و 8 أشخاص. اوف شي مش معقول. اوكي يلا let's do it. كتير قوي هوميد بون، هوميد ميت، فريش فاجيز، very nice. ابنه مهضوم. باي. هاي. هاي. مام. عارفيني في كوكونات؟ شوكولا على الوجه. وي انا باكل انت بتسوق. تفضل. فرن التغريني عمره 32 سنة، يعني اجيال 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 بحمات انا مربيها ومطعميها
ومسفر له لبرا اكل وشرب. الزعتر كله بلدي. كله بلدي ليكو ليكو. كله 100% من السوبر ماركت. انا بدقوا على ايدي وانا هلا بدوق كيف شوف عطت لك منتجات. عم بتطلع بالعجينه اول شيء رقيقه وفي مرغه في في ايه 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 زيت ايه على الطرف. مفروض مفروض يصير هيك مفروض مفروض تطلع حلوه. ايه مثل مثل ميك اب حلو. يعني. ايه مش مثل بتضبطها بتكحلها وكذا. كل شيء كل شيء مثل اي شيء حلو. رائع صراحه. عرفنا على بعضنا من دقيقتين كاني بعرفه من سنين. جورج تغريني حميته هيدا. انت ايش فرن جورج؟ فيني اخذ الورقة؟ هول هنا. ليه هول؟ هول ترك لي هون ليه؟ ايه؟ حلو. ايه ايه ايه. مرسي مرسي. طلع لنا هدية. ايه 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 هول. نايس. لكن بتعمل سمة بتعمل زعتر بلدي؟ ايه. عجينتك رائعة. أوه. والبيض بتعرف تعملهم مرتاحين مع هوا بقلبهم حبيبي. ايه مثل البيتزا. البيتزا مثل قصدي. مهمة مهمة مهمة. عجينة رائعة. جبنة جامبون لبنة تحميصة على الطرف. رائع رائع رائع. من هول العجينات يلي بيعبوا الراس. كتير حلو السبيس عندك. هلا سوري تاخير بس كان عنا شي 15 ستوب ووصلنا بعد الشمس 5 دقائق. كان في سانست كتير حلو شفنا الشمس عم تنزل. يس اهلا وسهلا انتوني. ثانك يو. خبرينا شوي على السبيس تبعي كم اوضه فيه شو بتعمل؟ يس نحن سمول جيست هاوس وي هاف 5 بيدرومز اوكي 3 اون ذا ابر ليفل اند 2 اون ذا لوور ليفل اند ا سمول جاردن اريا اند ذس از اور بار اريا هلا اكشلي اليوم نستفتحها فيه اوكي. كم سنه صار لكم فاتحين؟ 3 ييرز. هيدا ثالث سنه ثالث موسم بس اذا الله راد رح تصير summer and winter. نحن سميناها escape لانه it's a whole package. They escape from the city. هون كثير رواق مثل ما شفت around us كله nature و sunset view. نحن منقدم spa services in the garden. هن spa services is my specialty. That's my expertise. I'm a skincare specialist. And I offer homemade cooked meals. I love wellness and I love making food. بيت العائلة. This is بيت العائلة. الناس عندك. That's right. انت دايما هون. انا عايشة هون. عايشة هون. Yes, انا عايشة ما فيكم تشوفوا جوا. اوكي. وبستقبل الناس وبحب اني اعيش معهم okay. لحتى اعطيهم the experience اللي يحسوا حالهم they are at home. So if you notice, even the furniture is like old mixed with the new. So it's like perfectly imperfect. And that's the whole concept of my place. And this is my mom and dad's bed. And this has been their bed ever since we moved to Lebanon back in 1982. It's a little bit of everything. I call it makhluta. هيتا نتعرف على bar section. جاك لذيذ الفكرة. عم نحكي عن bar. Yes. شجر. منظر حلو البحر على يمينك هون عم بقرا اكاديميكس yes. شو يعني شو واحد بيعمل اوكي اكاديميكس اتس ا بار سكول وي تيتش بارتندرز اند وي تيتش ريجولر بيبل از ا كراش كورس ذي كان كم تو ايلانز اسكيب هاف ا درينك اون ذا بار اند ليف ذا اكسبيرينس تبع البار ذي دو ذا اون كوكتيل ذي كريت يور اون سيرب اند ذي شيك ذير كوكتيلز اند انجوي. Cheers! صرت بارتندر هلا. هيدا الاكزامبل عن الاشياء اللي واحد بيكل عندك. مزبوط. These are all the vegetables from my garden. أنا بقطفون وبزرعون. ماشي
سمك كبير، فريدة، الجرون، انتياس، اللقوز، السفرنة يلي هي البراكودا، شوية قرايد، سبلدة. هيدا بي كيف لوك جدي؟ هودي صيد هلي شيلن ابن عمي كان هو بالبحر بحري شيلن هلي انت بتزينهم بتقلوا عسقوا ايه طبعا اكيد 2 كيلو بلاش نهار معك بس رجعت ربحتك اخر نهار كمان اي اهلا وسهلا هلا بعرف ما قدرنا نطلع بالبحر كان الهواء كتير قوي يا ريت بقى الهواء لهلا رح نموت اي راح الهواء ورجعنا عشية لتعينا انه هذا شغلنا الغبص المليف السلطان في ناس تانية هي بتشتغل عليه انا باخده منه شو قصتكم او عائلتكم مع البحر هون جدي بحار صياد بي ينزل مع جدي وانا انزل مع بي نحن تعالنا شوي على السياحة البحرية إذا ما نزلت كل يوم على البحر أنا بحس في نقص حتى من كابتن برم أغلبية البلدان 100% قررت ترجع لهون وتبقى هون بعد يمكن شي 20 سنة سفر بالبحر قبطان أعالي بحار رجعت على البترون هون على هاي القعدة افتحت مطعم أنا والعائلة وقعدين هون كتير طيبين كتير طراية بس انتبهوا على التياب ايه صبيدة جب حبره بطاطا مثل ما كانت تعملها ستة ايه very fresh very simple بلقمة هيدا بفوت على القلب ما فيها ما بدها تفلسف يعني بتدوب دوبان ما بيعرف يعمل اخطبوط ثلاث دولاب بتكون كوتشوف وعي على البحر ولا احلى من هيك كانت تشالنج كم وقفه بقدر اعمل قديش بقدر اكتشف من قضاء البترون بثلاث ايام امبارح عملنا 19 وقفه 19 اكتشاف اليوم في 15 محل نطرنا ثلاث ايام داي 2 اوت اوف 3 بالبترون ببلش هلا وقفه هيك سريعه على البحر مع الصيادين واحد عن جد بيروق راسه الهواء جاي من البحر صوت الموج ومنقلع من صفر طلوع 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 لا اكثر من 2000 متر بعدنا بقضاء واحد الخبرية كيف بلشت؟ مثل ما هي؟ الخبرية بلشت انه كنا قاعدين بكورونا لوك داون ما فينا نعمل شيء وانا كنت بدبي وجيت ما عندي شغل فحكيني ابونا الضيعة قال لي بول في 3-4 معزيات للبيع حبك تجي معي تنشوفهم اذا منيح لانه انا عامل مهندس زراعي قلت له ايه ما عنديش مشكلة بجي ابونا فخلص المشوار انه حبيت انا المعزيات واشتريتهم هلا هالمعزيات كانوا حبالة جمعتين ثلاثة خلفوا هالمعزيات ودقوا لي المعزية عم بتخلف طلع بدك تحلو بالمعزية قلت لهم كيف بدنا نحلو بالمعزية قال بتحلو بالمعزية بهالطريقة احلى من المعزية مبسوط اول مرة بحلو بالمعزية حامل صوت الحليب بيجي فيه على البيت
بقول لها مارتي بونجور، معي سطل حليب. من وين جبته؟ قلت لها من المعزيات. شو بدي اعمل فيه؟ اول يوم كبينا السطل، ما عرفنا شو بدنا نعمل فيه. تاني يوم قلت لها مارتي حرام المعزيات وعم بتعذب تحلبهم، خلينا نشوف شو معقول نقدر نعمل بالحليبات. قلنا منجرب نعمل جبنة. اول كمان قلب جبنة شو صار فيه؟ فارط، ما مشي حاله. يعني بعد 4-5 ايام من بعد ريسيرش انترنت وشلنا الغبرة عن الكتب وشفنا كرات الجامعة، فاخر شيء وصلنا لمرحلة انه طلع معنا قلب جبنة. لمين بدنا ندوقه؟ للأمات. دوقنا هو طيبين اكتر ما نحنا بنعملهم، طيبين هالجبنات. قلت لها مرتي يلا هيتا نبلش نعمل. صرت انا مبسوط من الاربع معزيات، صار عندي 40. قلعنا بطريقة كتير سيمبل وكتر خير الله الكل اللي عم بدوق الجبنة عم بحبها، وصار عنا ويكلي كاستمرز. مارتي ساعدتني كتير وهي مالي مستلمة التصنيع، وأنا شغلي أكتر بالمزرعة هلأ تهتم فوق تنكبر production الحليب تنقدر نكبر المصنع لقدام. كتير حبيتكم مزارعين المودرن. أوكي. هذا البلد أو الجبنة اللبنانية اللي إجمالا بتكون مبرومة برا. صحيح. أكشن. كله فريش. السمودنس تبعها والأسيدتي الكتير قوي، بتقرص لسان، بتقرص سقف الحلق، بتفوت على كعب الزلعيم. مرحبا 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 مرحبا. اهلا وسهلا. احلى باحلى اللحام بتاعي حبيب قلبي. كيفك سيد انطوني؟ انا منيح. منيح؟ حيل عليك منيح. ها انا عظيم 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 مبسوط قد الدنيا. انا الملحمه معي رخصه من سنه 83 خدتها عن ابو عبود يعني بيي، الحمد لله ماشيين فيها وصار لنا 30-40 سنة فيها. أنا بفتح كله عيد. كله عيد؟ كله عيد. بتجيب الخروف وأنت بتجيب؟ بتجيب الخروف والبقر المعزي كله أنا. أنا لازم واحد يوصيك قبل الوقت أو دايماً فيه؟ عطول من التنايم للأحد. شارب البونجور. الله معكم. هو اللي مبين من هون هو يمكن صليب كتير كبير، بس هي شغلة أكبر بكتير كتير كتير كتير. 100% مثل ما عم بتقول، هي الفكرة كتير جديدة. نحن عم نحكي عن مشروع مش بس الصليب، الصليب هو الإلمان الوحيد يلي طالع بقلب هالمشروع، ولكن نحن عم نحكي عن منطقة 50,000 متر بخدمة الزوار وبخدمة السواح. فإذن هو نحن عم نحكي عن سياحة دينية بيئية غذائية بالوقت ذاته بقلب هيدا المشروع. بتحب ضيعتك؟ أكيد. وإنت لإلك دعوتك بتعتقد أكتر بكتير من أنه بس تكون بالكنيسة، فخدمت ضيعتك بفكرة جديدة إن شاء الله الكل بيتعلم منها. عنا أرض للوقف، كيف نستفيد منها تنطلع مصاري ما ناخد من الكل. نحن قديش فينا نستثمر بقلب هالأراضي حتى لا ترجع لخدمة الإنسان، المجتمع المحلي والأكبر شوي صغيري. الأوريجينال بالصليب أنه عم نشوف هالأذرع هالإيدين، إيدين الصليب يلي هني واقفين بالهواء 10 متار بعرض 5 متار بارتفاع 5 متار. الإيدين بيساعوا 200 جوا و 200 على السطح. إذا هيدا قاعدين وبيحمل دقلهم بالجو. Thank you.
وسهلا. نحن فرن السياحة بسمار جبال كار بين يمين، بلشين لنا تقريبا 5 سنين، هلا فتنا بالسنة الخامسة. It's a family business، انا والبابا والماما وابن خالي والشباب عم يساعدونا. بلشنا فرن وصرنا نتطور شوي شوي. شغل على الميزان لنا 5 سنين، يعني بنعجن على الميزان، زين العجينة بالمحل على الميزان، كل عجينة إلى وزنها، يعني هيدي 150 جرام، زعتر 170 جرام، اللحمة 70 جرام، بيتزا 300. يا هيك ترويع يا بلا. بدكم تشربوا شيء معه؟ اه ابشر سخين بلا جوي كنيسة الرواق خلصوا حاك من جهدش 500 سنة ورا. من بعد البرمة كفينا 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 وصلنا على فرن السياحة. فرن السياحة بنص ساحة سمار جبال، سمار جبال بالبترون مش بجبال، في كنيستين ولا أروع من هيك، القلعة اللي شفتوها بالدرون ومن كف البرمي. بس وقفة هالعجينة الغير شكل، خبز طازة، بيض، لبنة، بيتزا، والعائلة كلها شو كلها سوا عم تشتغل بالمطبخ، الجو عندهم بياخد العقل. شفيع الضيعة كنيسة قديمة بتفاصيلها، كل تفصيل، البلاط، الحفر على الحيطان، الحجر، حتى الكنيسة ساعات بتبرموها بتحسوها انه منا 100 و200 سنة، عم نحكي بألف ويمكن شوي أكتر. حتى ساعات بتطلعوا بالجرس شو مرسوم عليه، شو محفور عليه، منا من عويدنا، خاصة بالكنيسة الجديدة. إذا هيدي شفتوها حلوة هيدا نروح سوا نشوف يلي بعد أحلى كتير. هاي شقفة وحدة، ما في شيء بيمحي تاريخ لبنان، تفاصيل الحجر، المعاصر، الديتيلز، كل صخرة منقوشة، كل زاوية بتطلعوا فيها بتتخيلوا ميات أو ألوف السنين. وبعدين توصل على محل في كنيسة حلوة كتير كتير حلوة، وتفوتوا لجوا وحيدة يمكن بالعالم. امبرسيف. الشجرة الركبة على القد الطالعة بالسور يلي مغطيتها كلها، الشمس ما بتفوت عليها أبدا، الأرض مش معقول مش معقول. رأيك كيف نقينا برميتنا؟ هنا برمتنا حبينا نفرجي شيء بالبطرون يمكن غير عن بقية القصص يلي عم تفرجيها، شيء بنتميز فيه وحرام العالم ما تعرف فيه يلي هو السياحة الدينية. البطرون فيها كتير مواقع دينية ومن الساحل للجرد، فحبينا هيك بكل منطقة بها ثلاثة أقسام، ساحل وسط وجرد، كون عم نفرجي كم محل فيهم يزورون، وكمان بنفس الوقت حيلا حدا يعني من أي طائفة فيكون عم بيزورهم كمان. ببرمتنا من كفة وصلنا على دير ماريو حنا مروم بكفر حي. دير كتير عظيم كتير مهم، وما بعتقد انتو بتعرفوا قديش اهميته، قديش في حضارات قطعت عليه جينيريشنز، يعني ميات سنين. نحن هون بالمركز البطريركي الاول مع البطريرك يوحنا مارون يلي هو اسس الكنيسة المارونية ضمن الكنيسة الانطاكية سنة 685.
بعد مار يوحنا مارون البطريرك الأول البطاركي انجبروا ينتقلوا إلى جرود جبال لأنه هون كان قريب من الساحل حتى يبعدوا شوي عن إمكانية الاضطهاد أو سهولة الاضطهاد وبلشوا من فوق من ينوح بجرود جبال بينوح سيدة ينوح دائما كان بمراكز البطريركية ياخذوا شفيعتهم السيدة العذراء مريم فهالدير كان مزدهر جدا وصل يبقى في حول 150 راعي ولكن الاضطهادات كملت تاريخ الدير هو مثل تاريخ شعبنا وتاريخ وطننا لبنان في عدة تفاصيل مبينة من تحت شيء بالنص شيء صحيح صحيح نزاد عليه فترات عطول اللي بيلفت النظر أول ما تفوت يمكن من الكتير محلات قليلة بلبنان كنيسة بثلاث جراس صح مطبوبة جوات حرم الدير جوات حرم الدير هيك كان إذا بدك الهندسة الأديار اللي كانت عطول فيه هيك نوع من ممشى داخلي وساحة داخلية وكذا حتى الرهبان يعني هن يقدروا يصلوا فيها آخر بناء صار فيه او ترميم صار فيه على ايام البطريرك يوسف مستفين بال1812 البطريرك يوحنا الحلو امر انه هالدار مثل عين ورقه يتحول الى مدرسه اكلينيكيه لتنشئه الكهنه بلشت كمدرسه إكلينيكية وبعد المدرسة مفتوحة للعلمانيين بلشت تاخد دور كثير من 1820 1840 1860 1870 أخذ الدور كثير مهم كموقع ثقافي كانوا يعلموا هون بالمدرسة يعلموا سبع لغات خلال كل القرن التاسع عشر هالمدرسة عطيت كبار من جملة البطرك حوية تعلم هون هو صغير البطرك عريضة تعلم هون وفي كثير شخصيات مدنية وهذا هون اليوم بالدير في عدة أشياء كتير مهمة فيهم بينتهم إذا اليوم حدا بده يزور في أو يشوف الكرسي تبع مروان مصطفى بنقول في الكنيسة كتير قديمة في التاريخ القديم تبع هذا الدير واليوم هو الأساس المطرانية تبع بطرون مزبوط ودخيل المرمى ودخيل الأساسي برمنا بس كمان كل الناس بتسأل عبالي روح وين بروح وين بنام في جاست هاوس تايني ليتل ميني مع منظر على البحر اسمه سكاي باتريت يلا نطلع سكاي اون يور واي على طريقتك هاي منال هاي نايس مهضوم دكتور جست هاوس اوضه زغطور مهضوم بس في كثير طاولات برا بس انا بحجزك كلها مع طاولاتها بعمل بارتي مزبوط هو اساسا البروجي معمول اذا حدا عنده شيء ايفنت او شيء يعني هو بيكون بحاجه اكثر للاوت دور سبيس واذا حدا جاي من بعيد اكيد وبحب ينام هلا الاوضه صغيره ما بتساعد كثير اشخاص بس انه في صوفا بد وتخت قديش واحد بحجز على الليله 300,000 مع سبيس برا كل شيء كل هيدا سبيس ما بدي اشتغل اليوم يلا نكست ستوب 3 برادرز جن حبيبي منا هون نرجع مرة تجي بس السبيس بياخد العالم very nice كيفك؟ هاي
سوري الكليب انا جاي بس لاشوفهم موجودين ويسكي وبيرة خبرني شو ويسكي ومارتو بيرة انا احكي بالمشروع في هالكليب اللي عاملين ضجه 100% مين ما بيطلع لهون بيسال عن الكليب حتى بتشوف البروفايل تبع العالم حاطينهم يا البروفايل يا الكفر يا الشغل وهالتعب كله اخذين محلي بتفوت على مارتينوس في عندك ثلاثة زون عندك كامبينج زون بانجالو زون تشيل زون وعندنا زون كمان الرابعة يلي احنا ثلاثة واحدة اثنين ثلاثة الرابعة يلي احنا مش فاتحينها السنة هي الايفنت زون بيجوا العالم بيستأجروا بنأمن لهم كل شيء بين تويلت كهرباء مي حطب كل شيء علينا فور فري اوتيل صغير 100% تقريبا بانجالو اثنين ثلاثة وهيدي تشيل زون احنا مستقبل فيها عالم في حال ما كانوا حابين لا ياخذوا لا بانجالو ولا تنت بيجوا بيقعدوا عنا بياخذوا كل شيء من الريستوران تبعنا ريستوران فيه 100% بيسين فيه انا بجي فيه الكول فيه بنقول الفوت فوت من الباب وفينا عيش معك 30 اهلا وسهلا فيك مع الكليب قصدي مشان ميرسي حبيب القلب شيل اوت زون فعلا اجواء كثير حلوه في شجر لدرجه ما بتشوفوا شي حواليكم هودا العرقات شغل معلم عبده كله بلدي العنبات نحن بنعصرهم بلا مكنه بلا بلوط كله بينشغل على الطب تفضلوا دغمه هو فيري اروماتيك فيري فيري اروماتيك فيري سموز اوكي هيدا عرق ما بيقرص ما بيزعج مريح بيعمل حلال مزبوط بيعمل ابيض على كل الكاس غني سلس وقوي صار وقت الغداء انتو كمان؟ انت كمان انتو كمان؟ انتو كمان جديد؟ انتو ضايقة يعني؟ مسيطرين على الوضع يلا من الاخر شو عندكم؟ عندكم البنجلس فوق والإيفنت سبيس عندكم مطعم الضيعة؟ انا ريستو بابون ميبي اوكي مارين مايونيز نحن كله بنعمله وال كل شيء بتشوفه قدامك نحن كل شيء بنعمله صوص بيتزا كله 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 هذا هو نحن عنا فوق فينا نايمك فوق ومنطعميكم فأكلنا كتير طيب كفخي الله نحن فاميلي بزنس كل شيء نحن مشتغله أنا والماما والبابا وإخواتي ضيعتنا صغيرة مهضومة وفيك تصلى نحن حدر كيفين دغري بدي سرفقك كيفين معنا ما رح تاكل معي أنا باكل وحدي لا رح تاكل معك رح شيرتك أكيد مونيك فريدي ربحني بمين نحن هون بجبل المحابس بحردين بلشنا بهالشغل ببناء المحابس سنة 2000 صار في عنا بهالجبل تقريبا 15 محبسي
مع عمود أبينا مسمعان على رأس الجبل مع دير مرمرون هوني وتلميذه. فينا نطلق على الجبل، الجبل المقدس بحرديد. هودي مبدأين أنا عمرتهم مش وحدي، مع الناس اللي ساعدونا وساهموا معنا. طبعا مركز صار مركز حج بيجي من كل العالم لقلهم، من لبنان، من كل اللي بيجوا على لبنان. هي مبنية على التراث القديم، هي عمرها 20 سنة تقريبا وما جاي يعني. وهيدي مبدأين صار مركز قداسي بهالجبل بداية القديس العنطلة الحرديني الساب الحرديني. بعد نهار عظيم تقريبا قلنا شي 13 وقفة وبعد فيه 2 رجعنا لوين؟ حردين وبعدين عنيحة. يوسف تتذكروا عملنا برمة نيحة كانت كتير حلوة، برمنا فوتنا عنده على البيت، غدينا، فرجينا الأرزات وغيره وغيره من الأشياء، وحتى الخروف والملحمة هالضيعة العظيمة اللي شوي منسيه وبتخلص صار عندها رجعنا لها. بس ما كنت عامل حساب انه يصير معي وجع ظهر. يوسف وين رايحين؟ رح نطلع راس الجبل، هو الانترسكشن تبع ثلاث ضياع، نيحة مزرعة وحردين، حاطين عليها الصليب. Very good. Off road، سيارة تحت وطالعين طالعين طالعين مشوار، عم نجرب نلحق الشمس تنفرجيكم سانست رائع على الراس. مش معقول الجمال. منبلش بأول مرحلة اللي هي خرج تابلو، الخضار أصفر، تراب شوي رملة، الجلول يلي جدودنا مجلليلهم، وبالآخر بالآخر عندكم تنورين. عمالة الشمال بتشوفوا أرز الرب وتفوق فوق القرن السوداء، إهدن، أيتو، وأكيد واحدة من أروع ضياع لبنان مغروم فيها شو بدي لكم، يلي هي نيحة. بين الخضار بيوت القديمة، كم بيت تزيين يمكن كلهم مع بعضهم، والطريق بتسكر عندهم، فواحد بده يقصد ضايع، مشان هيك بعدها كتير نظيفة وكتير مرتبة. بالوادي كل الأراضي الزراعية، شي رائع شي رائع رائع رائع. ربير من تحت الصليب مبين كبير، فبتوقف تحته واو عظمي، وشغل حديد براغي، هوا عواصف هون يمكن شي 100 كيلومتر بالساعة ما في شي بيهزو. المغامرة كانت مش هينة ابدا. اول شي تبني النخوة انه بدنا نعمل الفكرة، الفكرة دغري قالوا اوكي. هلا الشغلة انه نطلع نفتح طريق مش موجودة اصلا. اول شي اخذنا دعم البلدية من الاستاذ باخوس، طلع معنا هو دغري، بس قلنا له بدنا نعمل هيك، كان اول واحد طالع معنا لهون، قال بتعملوا اللي بدكم اياه وانا بدعمكم بكل شي. بس وصلنا لهون خلص ارتاحت القصة. الشباب من المزرعة كانوا بيشتغلوا بالحدادة، زوزو عملنا الرسمة تبع الصليب، مهندس تاني ثبت لنا القاعدة بالحديد اللي ركبناه هون، عملنا دراسة ركبنا القاعدة، ناس اجوا من الديمان ساعدونا بصب القاعدة، يعني كل واحد اجا جاب شغلي وعملها. كل سنة بنعمل احتفال هون بعيد الصليب، يعني اخترعنا عيد صليب من ماشين، احنا عملنا عيد صليب بس نقدر نجمع الناس تيجوا يشوفوا كيف ممكن انه لا في ايمان بهيدي الاراضي، وكيف ممكن نبقى باراضينا. بس يشوفوك المحيط انك انت لا عم تعمل شيء فعاليه معينه او اكتيفيتي معينه، لا بصيروا يامنوا اكثر انه الخي نحن وين بدنا نروح، نتركها لمين. هذه هي بس الفكره. مرسي على الطريق، مرسي على الثلاث ايام، مرسي على الاستقبال. يعني بعد ما خلصتين نهار وطلع احلى بلد بالعالم، اهم ارض بالدنيا، اهم شعب بالعالم، ويا ريت كل الناس بتعرف قيمته وبتقدره قد ما هو. مزبوط يا
يس تشيرز يلا سانسيت تشيرز صحتك عن جد اهلا وسهلا وين وين بالدنيا في هيك شفناها بكره من هالميله مع الجبال كنا تحت بالبترون وشفنا تقريبا شي دزين جبال قبل ما توصل على تنورين هلا صرنا بالقلب وصلنا على تقريبا اخر جبل وعم نشوفها نزول من هون للبحر من صفر ل 2500 وطلوع فيه كل شيء ابنه Good morning. ثالث يوم وعدكم اول نهار بدي 1 دي 2 دي 3 بالبترون 72 ساعة 51 وقفة 21 ضايعة ما بعرف يا ريت حد عدينا كم كيلومتر عم نعمل كم منقوش اكلنا والناس اللي بتعقل التقينا فيهم بترون المدينة اكيد بس بترون القضاء اكثر من 270 الف متر مربع او تقريبا هيك شيء بمنطقة كتير حلوة بتبلش من صفر يعني على البحر وبنطلع all the way على أرستانورين على الراس راس يمكن تقريبا على 2700 وشوي وهيدا المنطقة بتاخد العقل بس في ضيعة يعني مع محبتي لكل الضياع في ضيعة بحبها كتير اسمانيحة اكتشفتها مش كتير من زمان مؤخرا صغير الطريق بتوصل لعندها بدها طريق والطريق ضيقة شوي بس وين ساعات بتوصلوا it's worth it البيوت القديمة وأهم شيء الناس اللي بتاخد العقل عرفكن على يوسف هيك بنبلش النهار بداي 3 بالبترون مرسي كتير نمنا عندهم بير عشية تعشينا مع بعضنا وبيطلع كل مرة بسيارته بيخدنا لهون Thank you so much على كل شيء صحتين نيحة اليوم قطعة سريعة من أحلى بلد بالعالم بنبلش بقهوة بين الأرزات 1550 متر علو عن سطح البحر هوايات بعقده الشمس عم تطلع من ورا من ورا القرن السوداء البحر بيبين من تاني ميل يعني priceless only in Lebanon experience بتعلقكم بأرضكم أكتر وأكتر وبصيروا تقولوا No way ما أجعل بنا مرة بالسنة المشوار اخذ معنا تقريبا اقل من نص ساعه بالجرد بمناظر بتاخذ العقل بتاخذ تاخذ تاخذ العقل وصلنا على طريق زفت بس نحن بطلنا ببترون مزبوط يس صرنا بحدث جبه يعني اول حدث جبه اخر تنورين ومن هون رح نكفي الطريق تنرجع نوصل على البترون على نيحه بس بطريق شوي احسن من اللي كنا فيها قديش حلو لبنان وقديش موصول ببعضهم برمنا نيحة وحكينا كتير بس ما بعد ما شفنا شغلك الأساسي شغلك الأساسي شو؟ عم نعمل فارم موجود الفارم أورغانيك فارم سيرتيفايد وعم نبيع لشركات وعم نبيع برايفت
عاملين شيء اونلاين مع باكجينج، بنعمل دليفري لبيروت لسور عم نوصل، وهي سيزن اللي بنشتغلها بس بالصيفيه. خس بندوره، كل شيء بيخطر على بالكم بتلاقوه. شو هالعظمة؟ شو هالكومبينيشن؟ يعني ربنا خلقهم مع بعضهم، الزعترات والبندورة الجبلية اللبنانية. الكامبينج هيدا الروم سيرفيس، واصلين دغري لعنا. أنتوني هاي كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ ماشي الحال الحمد لله. رجعت سكرتني، رجعت رجعتني تقريبا 15 سنة لورا. يا ويلي. تركتها مثل ما هي، مثل أيام الكشافة. مزبوط. وما نزعتها بشي جديد. رتبنا حالنا بالطبيعة وبس. هون المحل اسمه نيرفانا. فيك تجيب اللي بدك اياه، وفيك اذا بدك شيء من عنا نحن مأمنين، وعنا مطبخ، عنا قعده، عنا خيامنا، وعندك خيامك اذا بدك تجيبهم كمان في لوكيشن. نحن بنص الحرش بس حاسس حالي بمطعم لبناني، بس مطعم لبناني مزبوط هذا. كان نحن عنا مطبخ. اول شغله بحب اقول لك، كل شيء عم بتشوفه هون معمول هلا فريش، يعني هدول قطفناهم من جنينة من فوق، بندورة والخيار، حتى الزيتون أكيد بده تحضير الزيتون كمان من هون، هاو الزيتونات هونيك، لبنة بلدية، جبنة بلدية، أوقات بناخدهم من هون، أوقات من ولاد الضيعة، هني كلهم بيعملوا قصص فريش بنفس النهار، كمان البيت بلدي، وكمان عنا الست عفيفة هي اللي بتعملنا الأكل، بتهتم لنا بكل شيء، حتى هون في تين بلدي. شو اسمها المدام؟ ست عفيفة، فينا نقلها عفو. يا عفو نقيشك توب. هذا الدير تأسس من جملة الأديار من بعد حرب 1860 أيام رئاسة الأباتي، رئيس العام الأباتي إفرام جعجع الجراني. بهالفترة صار كتير عودي للضياع وتنشيط للحضور المسيحي بالجبل، بلشوا الرهبان يفتحوا أديار مدرسة. الدير اسمه سيد النجع بصة، على اسم بصة، هو حي من كفور العربي، ضيعة كفور العربي، بسموه بصة لأنه الشمس بتبص فيه، بتلمع، بتضوي، دونك هالمنطقة هي منطقة نور وإشعاع، ودائما الشمس ضربته من الشروق للغروب لبعد الظهر. هيدا الجمال كله. شو هيدا جمال؟ الله بعته تنحنا نستغله. بيتكم هون؟ هيدا بيتنا وهيدا بيت الضيفة. رائع. كم سنة صاروا هالبيوت؟ هيدا فوق 200 سنة. حتى بيتكم يعني بعده سقفه خشب؟ بعده فوق 200 سنة. واحد بيجي لعندكم بعيش معكم؟ أكيد. بيت وحده
بس الأكل من عندكم الاهتمام الاهتمام جدا فوق الطبيعة. كم شخص فيكم تستقبلوا هون؟ نحن فينا نستقبل نوم 20 20 شخص؟ ايه ومية 100 شخص بس بفيه. ما هو مثل ما هو ما ابدا ما يمكن قاعد هون من زمان. هيدا بتعمه لجدي مثل ما هو خشبيته وحجراته ماشي ماشي انا زي هذول الحديدات بس طق بس بس ما في شيء ابدا ماشي مش عامل شيء. وكل البيت هيدا على حجر يعني شقفتين حجر شقفتين حجر. عن هالترويقة العظيم هاي الترويقة اللبنانية الأصيلة من الكشك للجبنة للبيض بقوارمة للبندورة البلدية للمربيات كل شيء كل شيء أنا بعمله بإيدي حتى كل شيء يعني له يعني جوزك بيستقبلون أنت بتهتم فيهم بالكواليس روعا الملوحة البندورية مثل كان واحد عم بيأكل سكر ما بيأكل تفاحة نفتقد له هيدا ما في منه بالسوق هيدا من أرضنا من الطبيعة من المي نظيفة هذا بسموه كشك أخضر شفتوا لونه؟ الكشك قبل ما يتنشف يصير بودرة على السطح مش عم بقدر مش عم بقدر وقف أكل بندوري باي أنتوني ما تطول علينا باي تسمعوا كتير عن دوما تسمعوا عن دوما من أحلى ضيعة لبنان رح فرجيكم ليه يلا نعمل برمس سريع قلت لكم السوق بيعقد من بعد تمشي الكبيرة بقلب السوق بتفوتوا من باب لباب لباب بتشتروا موني بتشوفوا الاشياء كتير حلوة وبتصوروا اكتر من 50 صورة بتاخدوا بوزة وبتكفوا مشوار روعة من روعات واحد بيوصل لهون وبيضيع ما بقى يعرف اي طريق بده ياخذ وين بده يطلع هي ارز التنورين بس هي اكثر بكثير من هيك صحيح هي بس مش بس محميه ارز التنورين يلي مساحتها 160 هكتار توصل لحدث الجبي نيحه وقفور العربي وقنات يلي هي 600 هكتار 6 كيلومتر مربع اكبر تجمع ارز فينا نقول بلبنان صح هي تعتبر اكبر غابه ككثافه شجر ارز مش بس المحميه مثل ما قلت مع التنورين وحدث الجبه وامتداد هالغابه كلها سوا الطبيعي بيوصل السواح على مدخل المحميه بيستقبلون الشباب القايديه على المدخل المحميه بالكيوسك بياخذوا خريطه وبياخذوا شرح للممرات الموجوده بقلب الغابه في يمشي السايح من ساعه ساعه ونص لثلاث ساعات ضمن الغابه وبيرجع لنفس المحل بيبلش من نفس النقطة وبيرجع على نفس النقطة بس اللي بيحب المشي الطويل السايح فيه يبلش بهالمحمية يوصل على التنورين تحتها درب المحابس عاملين ولا حردين بيوصل فيه بيقدر يوصل على تنورين فوق يلي هو درب الجبل اللبناني وفيه عاملين درب المطاحن من تنورين الفوق لتحتها
بيقدروا يشوفوا المطاحن القديمة على المي وغيره. أهلا وسهلا فيكم بتنورين. انتو هون على ارتفاع 1850 متر، ما حدا في يوصل لهون تيزور الغابة إلا وبدو يحول عصاج منداني. نحن هون أطيب صاج أطيب لقمة. هيدا منقوشة with a view. أهلا وسهلا فيكم عنا بإيكو داليدا بتنورين على مدخل محمية أرز تنورين. نحنا مثل ما بتعرفوا بتعرف كل الناس الحمد لله، يعني صرنا نحنا بحدود 10 سنين هون. نحنا فتحنا هون، فتحنا هالأوبرج وهالمطعم اللي هو أكل بيئي أكل طيب. الناس بتجي بتقضي نهار كامل بالمحمية وبتجي بتاكل عنا وبتنام، وتاني يوم بيكملوا رحلتهم، خاصة اللي عم يمشي على طريق درب الجبل اللبناني أو اللي بيجي بيحب يقضي نهار عنا هون بتنورين. Welcome to Lays Fountain. أهلا وسهلا فيك بلايز فاونتن أوتيل. هو أوتيل عين الراحة، هون في ضيعة قريبة اسمها عين الراحة، عمي هو من عين الراحة، so حب يعمل أوتيل هون. As you can see هون is the most famous spot للماونتن كلايمينج. So نحن الأوتيل بيطلعوا الناس أول شيء بيريحوا بالهم من بيروت، they release stress and they can do activities. You can walk by the river, you can mountain climb, you can hike up to the village. في عندك شلالات كفر حلدة، بلوع بلعة، محمية الأرز، يعني there's a في كتير قصص فيك تعملون هون. واهم شيء واحد يطلع يريح راسه. سو الاوض كثير كبار، التربيه كثير طيبه كثير كبيره. ببلشوا البرايسز 360,000 لشخصين مع ترويقه، وعندك ب 400,000 وبتطلع لل 900، يعني من الشخصين لل 10 اشخاص حسب شو الريت. يعني وي كان اكوموديت لهذا الشيء. اهلا وسهلا فيك بسما بشعلي. هيدي بشعلي الاثريه، بشعلي الزيتون 4000 سنه قبل الميلاد. نحن الاصل من الضيعة بس سكان بيروت، العالم كله ببيروت فاتحه مطاعم ومكوتره هالمطاعم بلزق بعضهم. انا اخذت قرار انه بدي اجي اقعد هون بوج ارز لبنان، افتح هذا المطعم لوكيشن وسميه مطعم سما بشعلي، لان انك مثل ما انك شايف كانك قاعد بالسما، يعني مش انه بنيات حدك ومدري شو، هذا قاعد بالسما بالفضاء طاير. شو السيجنتشر موجودين هون؟ انتبهت انه التشيز روز غير التشيز روز بيكونوا بالسوق، صح؟ كبده رقات اشياء سبيشاليتي، انه نحن بينزل في اشياء كثير بينزل بالفخار، بيضه بقورما بتنزل بالفخاره، الني بينزل على بلا خشب مش ما بينزل بالصحن. تعال عندكم لذيذه كيسك مشولها من رمضان عن جد. عن جد. من هون بتشوف دوما المنظر مثل ما قلت والارزات. مزبوط مزبوط. من هون محل ما بتحسوا حالكم بالسما رايحين لهونيك بنص الشجرات، بالنص بالنص مع منظر كمان على دوما. مشوى قصيرة 3 دقايق وهي اخر طلعة وبنوصل. حلوة كتير الفكرة، كاتب cheer up بتبين من الجبل محل ما تكونوا وبين كل دومة. Very interesting. Amazing. واو. عن جد واو. زحمة عم امشي على الشجرة عم فتش عليه. وين رحت؟ يلا جاي. طمي خويت خويت خويت
قالوا لي جاي على محل هو كامبينج، بس كل ما اقطع بالجبل ما كنت عم شوف شيء، كنت عم شوف خضار. اند ذن بتفوت على محل جونجل. انا شو شفت؟ شفت رواق، شفت ريسايكلينج، شفت ديتيلز، شفت او ماي جاد. اول مره يمكن بلبنان بشوف هيك شيء صراحه. هي الفكره بلشت بطريقه كتير عفويه، كانت قاعده صغيره لإلي او ومشيت شوي شوي وصارت هلا مثل ما انك شايف هذا الكامبينج سايت. كم شخص بتستقبل؟ بحدود ال 50 60 شخص وعم نوسع. هيدي واحدة من القعدات مثل كل قعدة بتجي برايفت، الجروب اللي بيجي بيقعد فيها بتكون برايفت لإله. سو القعدات مثل ما شايفين فيها الدوليب والطاولات كلهم معمولين باي هاند ميد بإيدي، اب سايكلينج ستايل، ما بنخلي شيء يروح كبع الطبيعة. هيدا الستوف او الوجي او الصوبي اللي بينشوى عليه وبذات الوقت بيتولع في نار لهالطريقة من هون، ومن فوق بينمسح بيتنظف وبيصير جاهز لينحط عليه حيالله شيء بحبوا ياكلوه. هاي أنتوني. هاي مايا. سبا. أهلا سهلا فيك. خبريني شوي. خبرك اول شيء كنت ناطر تكون، ثاني شيء رح اعرفكم اليوم على بيت جد اسكندر يلي هو ريسنتلي نيو جاست هاوس بشعلي. اوكي وام سو اكسايتد حتى تشوفوه وتشوفوا الديتيلز القديمه اللي فيها اللي هي شغل جد. كم شخص بيقدر يقعد فيه؟ اربعه اشخاص. yeah. منظر على كل الضيعه. نشوف الشغل العتيق اللي فيه كله يعني نحن ماشيين كله في شبابيك وبواب، وهيدا المطبخ الصغير المهضوم مع المشكل القديم مع تطريز هو اللي ستة للماما جانا حطيناهم and that's it. حتى السيفون حتى القديمة I love it. تخيلوا بيت اكيد بيت كبيت شرعي اربع اشخاص تقريبا بس 150 الف على الليله، ارخص ما انه تستاجروا بيت على شهر. واو اميزنج. باتريك بشعلي شغل كبير، ضيعه قديمه، زيتونات من الوفات السنين، وكمان عندكم تريلز وسم الله مش تريلو اثنين، سبع تريلز عندنا. قصه بشعلي تريلز بلشت من 3 سنين على قد اجينا دعم من اليو اس ايد من جمعية بشعلي للتنمية ومن بلدية بشعلي، صار في ديل بينهم ثلاثتهم انه يكون في اوبننج لمشروع الزيتونات تنعرف قديه مزبوط عمرهم، لانه 2045 سنة عمرهم الزيتونات، قررنا انه بهيدي البومينج الكبيرة يكون في اوبننج للمشروع ويكون في وراء تريلز حلوين كتير من سنتر الزيتونات تبع بشعلي تفلش على كل بشعلي، فنحن عنا 7 تريلز. بلد صار له الوف السنين، من البحر، من السور الفينيقي، من القلعات، من الجبال، من هالارزات، واهم شيء من هالزيتونات اللي صار اكثر من 2045 سنه. تخيلوا بلد هالقد عريق، هالقد قديم، فجأة يخلص؟ ابدا، لانه ما حدا قبلنا استسلم ولا حدا من الجيل القديم استسلم، واكيد نحن ما رح نستسلم على دورنا. اليوم بهالايام انترنال توريزم صار وقت انكم تظهروا انتم واولادكم وتتعرفوا على لبنان، على احلى بلد بالعالم. 3 ايام 72 ساعة 50 وقفة ب 21 ضيعة وبعدنا بأول الطريق. قضاء البترون بيعقد وصار وقت انتو تكتشفوا معنا. إذا عبالكن ما بدا شيء لحقوا كل الوقفات أو دقوا لليف نو تريس وبقولن كتير مرسي على كل التحضير، راي عمل شغل بياخد العقل من النوم للأكل للناس اللي تعرفت عليهم. عن جد 3 ايام ما بعرف كيف بعدني واقف على جري بعد كل الركض اللي عملناه، كان لازم عير كم كيلومتر. شو رايكم انبسطتوا بهالبرمة؟ وبهالوقت عبالي اقول انه نحن بيروت ما نسيناها، وبيروت ابدا 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 ما نسيناها، بس كمان بهالايام لازم نرجع نتذكر كلنا سوا انه لبنان ما بيموت، وفي 1500 ضيعه، في شعب ناطركن، في ناس محبه، في ناس عبالها تعيش، في ناس ما بتستسلم، ناطرتكن وناطرتكن بلبنان. كل قلوبنا مع بيروت، قلوبكن لازم تكون مع كل لبنان. من هون بقول لكم باي، ومثل هالزيتونات ما رح نموت ورح نضاين بعد 2000 سنه.